يمنع عن علاقتك مع موسيماني؟ هو دايما يعني هو كابتن هاني هو مش مدرب كويس، لكن هو مدرب عبقري. وانا بصراحه دي وجهه نظري. هو كابتن مش يعني مش اللي هو الحاجات السهله اللي هو لعب. لا انت تقدر تلعب بس صعب العبه، اعمل ريسك، بس طالما انت قادر انك تعمل ده اعمله. فهو كابتن لا فكره كبير جدا بصراحه، بيديك مساحه تتصرف بموهبتك. ما هي دي بقى كابتن اللي هو عارف ان قفشه مميز في دي، لا اعملها براحتك، مش هقول لك باصي وما تباصيش لا اللي انت شايفه ظروف الملعب وظروف الماتش اعمل ده. فهو بصراحه مديني الحريه في الحته دي بالظبط، اللي انا واحنا بنهاجم الحته اللي انت عايزها. حسين الشحات دخل جوه، طلع انت بره، طلع بره، خش انت جوه، حريه اعمل اللي انت عايزه. فدي ميزه بصراحه. هو دايما بيتكلم معايا ان انا لعيب يعني امكانياتي مختلفه. هو هو مؤمن بيك بالظبط، مؤمن بقدراتك. فهو كابتن عارف اللي انا قادر تعمل كذا بالظبط، فبقول اعمل ده. وهو كمان خلي بالك في بيبقى في مدير فني شايف ان قفشه يقدر يعمل ده، بس ما بيدوش الحريه في ده. يعني هي دي اللي كانت يعني حصلت معايا مع مستر فاير. فهو ده الفرق، ان مديك حريه وانت كمان حاسس انه عنده ان انت عندك ثقه فيه كمدرب، هو عنده ثقه فيك، فبتلعب بحريه. وده اللي شفناه من خلال ادائك، يعني بتلعب بحريه مش خايف تغلط بمعنى اصح. بالظبط كده. ما هي دي يا كابتن بتريحني يا كابتن، ان انا العب براحتي، هلعب لصالح الفرقه مش لصالح قفشه بس، لا العب لصالح الفرقه، هدافع وهاجم بس اللي انا عارفه اللي هو بتاع شخصيتي. أيوة لو انا العب فري والدنيا نفسها زي ما حضرتك قلت ماشي. مفيش حاجات خاصه معاي. بتبقى في مباراه كبيره زي دي بيقولها لك، يعني مباراه طبعا مباراه تاريخيه، مباراه كبيره جدا. امبارح قال لي بصراحه قبل الماتش حاجات بقى، قال لك ايه امبارح بتكلم معاه يعني قبل الماتش وكده، فانا حسيت زي ما قلت لحضرتك ان هو اتكلم كتير في المحاضره. قال لك بالعربي ولا بالانجليزي؟ لا انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. انت اللي بتعلمه عربي؟ نعم. لا بيعلمه عربي، بيقول دلوقتي من 1 ل 10. لسه ادي الراجل بس بيقوله. الحمد لله وصباح الخير والحاجات دي، هو بيقولها لي بالعربي وانا اقول له بالانجليزي. بس بدات يعني اتعامل معاه. يا شباب يا شباب، بس انت اللي بتعلمه. يا رجاله يا رجاله يا شباب يا رجاله. بس انت اللي ماسك النهارده، انت اللي بتدي له كورس ده. انا عشان هو عارف ان انا امكانياتي بالانجليزي محدوده، فما انا ما عنديش انجليزي الحمد لله، فبحاول معاه هو يديني دي وانا ادي له دي. بس عايزين تلبس. قول لي بقى قال لك ايه بقى التعليمات. عايز اشكر عمرو جدا، عمرو محب. عمرو محب عايز اشكره جدا جدا، لان برضو يا جماعه الحاجات والديتيلز الصغيره دي بتفرق. انا في اعتقادي ان عمرو محب كمان من الناس اللي تستاهل ان نقول لها مبروك، وكان جزء مهم جدا في بطوله افريقيا. الشخصيات المحترمه جدا قوي قوي. فالمهم جيت قبل الماتش يعني انا حسيت زي ما قلت لحضرتك ان هو اتكلم كتير وفي حاجه يعني مش على طبيعته. فبتكلم مع عمرو بقول له كوتشي قلقان؟ فعمرو ساله فقال له لا انا مش قلقان، انت قلقان؟ قلت له لا انا ما بخافش من الماتشات، لكن بحترم الناس اللي قدامي طبيعي. فراح قال لي بص انا جيت هنا عشان اصنع التاريخ وانت معايا. والله يا كابتن انا مسكت. قال لك كده؟ والله قال لي كده. رحت سايبه وماشي، ما اتكلمناش تاني بعد ال. هو خضك. انا رحت قايل له، قلت له انا هجيب جون وهجي لك. فعلا والله العظيم قلت له انا هجيب جون ان شاء الله النهارده وهجي لك. حبيبي خلاص هو الكلمه اللي قالها لي. الكلمه اللي قالها لك بقى خلاص. خلاص يعني. انا هقول ايه؟ لعيب عندي 24 سنه. صحيح. بلعب في اكبر نادي في افريقيا وبينافس ريال مدريد على اكتر بطولات في العالم، ريال مدريد 1 الاهلي 2، واول سنه ليا في الاهلي ومدرب بتاعي بيقول لي كده. دي كفايه طبعا. هرد اقول يا كابتن سكت والله يا كابتن، قلت له ان شاء الله هجيب جون واجي لك. وده اللي حصل. بس جبت الجون بدور عليه مش لاقيه، لقيته بيحتفل مع اللعيبه. ما هو كله بيني وبينك كله بعد ما طلعت بره والله يا كابتن ما لقيتهوش، انا لقيته بيلف في الملعب. ايوه انت ما جريتش عليه يعني اللقطه اللي جت. انا بصيت عليه بس ما هو الصوره علشان ما جاتش في الكاميرا. هو مستر موسيماني كان بيجري في الملعب يعني ما جريش. لا جري عندنا عند كورنر، جري ناحيتك وانت رايح. فانا لما قلعت التيشيرت انا جاي عليه عشان ابص عليه، ما لقيتوش، راح جري على الجمهور. كنت مكمل على الجمهور. ايوه ايوه لان انا توقعت انك تعمل كده يعني. توقعت ان اول لقطه بعد الجون ده انك هتجري على موسيماني، بس ما حصلش. لان هو ايه زي ما حصل في الوداد بالزبط. اول واحد جريت عليه بعد ال بس هو في الوداد عشان هو قال لي هتضغط وهتقطع وهتجيب جول، عشان كده رحت له. بس فانا امبارح قلت له بس يعني لما غيرته كده انا رحت له بقى بعد. هو كان باني عليك امال. مين تاني قال لك هتجيب جول في الفرق؟ الشيخ ده تاني ماتش الوداد قال لي انا صليت الفجر وهجيب جول النهارده. امبارح برضه قال لي احمد شيخ قال لي انا صليت الفجر وانت هجيب جول. ده قبل يعني ليله المباراه نفسها. مين بقى كابتن؟ محمود صلاح ابن عم صلاح اللي معانا في الفريق في غرفه الملابس. قال لي ايه من اسبوع؟ قال لي اقسم بالله قفشه انا حلمت لك حلم انك هتجيب جول في الدقيقه 82. لا من ضربه اقسم بالله وشوطه. ده متفصل. بعد الماتش انا لقيت نفسي جايب جول في الدقيقه 86. فرحت النهارده محمود انت كنت بتتكلم بجد ولا انت بتقوله كده مثلا ولا انت حلمت؟ قال له والله حلمت.
على فكره في ناس كتيره جدا طبعا لازم نتزوج بقى لا لازم لا في ناس كتيره حلمت وفي ناس كتيره قوي شافت رؤى انا قلت لك بس انا بتكلم على التفاصيل الصغيره دي بتفصل متفصل يعني غريبه بصراحه بس الحمد لله يعني والدتك قالت لك ايه امي ست الكل قالت لك ايه هي ما قالتليش قبل الماتش امال ايه هي قالت لي بعد الماتش انت كنت في المعسكر اصلا بعد ابو قير قعدتوا 5 ايام بالزبط. من حد للخميس دايما بكلمها وهي دايما بتدعي لي ان انتوا ان شاء الله هتكسبوا لا بس هي بعد الماتش انا امبارح بعد الماتش كنت هنا رحت البلد احتفلت مع اهل بلدي انت منين يا افشه انا من قنبره دي هنا بعد نهى منين من قنبره بعد نهى هنا بعد الكابتن ابو تريكه فلما رحت وكده فهي بالليل اتفاجئت بتقول لي عارف محمد اقول لك على حاجه وانا قاعد انا وابويا واصحابي قلت لها قول يا ام قالت لي انا صليت الفجر امبارح وجالي في الحلم اللي انت هتجيب جون كابتن ابو تريكه بيقول ابو الكابتن ابو تريكه بيقول لها كده في الحلم فعلا والله اللي حلقت لي كده قالت لي انت هتجيب جون النهارده كابتن ابو تريكه قال لها محمد هيجيب جون فراحت صلت الفجر ونامت فما قالتليش قبل الماتش ما حبيتش قالت لي امبارح قلت لها طب ليه ما قالتليش قالت لي لا ما كنتش عايزاك ان انا اقول لك على حاجه وتوتر وتشد فاستغربت بصراحه برضه كانت عايزاك تلعب براحتك دي حاجه من الحاجات اللي انا بستغربها يعني سبحان الله في حاجات بتحلم بيها فعلا بتتحقق